بيوت الخبرة ووكالات التصنيف العالمية تعتبر أن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به السلطنة يعد أهم عوامل الجذب الاستثماري الذي مكن عددا كبيرا من الشركات الأجنبية من الاستثمار في مختلف الأنشطة. المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يبدأ غدا استطلاعا للرأي حول انتخابات مجلس الشورى بهدف قياس مدى معرفة المواطنين العمانيين بمجلس الشورى والانتخابات المقبلة ورغبة المواطنين في المشاركة فيها. الخارجية الأمريكية تقول إنها تعمل مع الكونغرس لتقديم مساعدات جديدة غير فتاكة بقيمة 70 مليون دولار للمعارضة السورية التي تقاتل الرئيس بشار الأسد، وتشمل تجهيزات وتدريبا إلكترونيا أمنيا. إعصار استوائي عنيف جدا يضرب أرخبيل فانواتو في جنوب المحيط الهادي ويؤدي إلى سقوط عشرات القتلى، الأمر الذي جعل التقارير الدولية تصنفه كأحد أسوأ الكوارث في تاريخ المحيط الهادي. لويس أنريكي المدير الفني لفريق برشلونة يؤكد أنه على الرغم من تأثير غياب سيرجيو لاعب الوسط على فريق برشلونة، إلا أن الفريق يملك تشكيلة قوية يمكنها من تفادي غيابه.